شريط أصفر يغلق الطريق، وخلفه شرطة ومحققون ودماء مسالة على الأرض. هو المشهد الأكثر شهرة في الولايات المتحدة، فهناك حياة أو أكثر تقرر إنهاؤها، والأسباب كثيرة. عنف السلاح في أمريكا ليس هوليووديا أو من صنع الخيال، بل إن السيناريو مأخوذ من واقع يتكلم عن 52 قتيلا يوميا وفق ما تدونه الإحصاءات الرسمية. أرقام مرعبة في تزايد، تروي كل ضحية قصتها عن عنف السلاح المتفلت. لكل فئة في المجتمع نصيبها من إطلاق النار، الكبار، الشباب، الأطفال في المدارس، الجرائم المنظمة والعشوائية والجماعية، كلهم طالتهم البنادق والرشاشات. وكل ذلك لأن قانون حمل السلاح أو اقتنائه مقدس في الدستور الأمريكي، وممنوع المس به مهما بلغت أرقام ضحايا إطلاق النار. وإذا كان السؤال لماذا، فلأن شركات السلاح ولوبياتها تملك من النفوذ والقوة ما جعل صوت سلاحها يعلو على أي صوت في الكونغرس. أمام هذه المشهدية نحن اليوم سنطرح سؤالين. أولا، ما أسباب هذا التفلت المرعب للسلاح في الولايات المتحدة؟ وثانيا، لماذا تمتلك شركات السلاح سطوة كبيرة على المؤسسات الرسمية الأمريكية؟ هذه الأسئلة وغيرها مشاهدينا سنطرحها على ضيف المشهد الساخن معنا اليوم، الكاتب والمحلل في الشؤون الأمريكية توماس غورغاسيان، هو معنا من واشنطن. أستاذ توماس، أهلا بك معنا. نتحدث عن أعداد قتلى بأرقام ضخمة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، نتحدث هنا عن القتل الجماعي تحديدا. لماذا سجل هذا العام حتى الآن هذا الرقم الكبير؟ أولا يجب أن أقول أن ما يحدث في الولايات المتحدة، وخصوصا بما يتعلق بما تسميه العنف السلاحي أو عنف الأسلحة النارية تحديدا، ولا أريد أدخل في أسلحة أخرى، يعتبر كما يقال هنا من علماء الاجتماع وعلماء حتى السياسة أن ما يسمى الوباء، وباء الأسلحة. وبالتالي هناك انتشار واسع. أولا يجب أن أقول أن هناك نحو 400 مليون قطعة سلاح متواجدة على امتداد الولايات المتحدة لسكان لا يزيد عددهم عن 330 مليون، يعني هناك على الأقل سلاح أو سلاحين لكل مواطن يعني. ولا أريد أن أكون كل هناك بعض الأجهزة، بعض الأسر تملك 5 أو 6 أسلحة في بيتها. فبالتالي لماذا هذا؟ لأن هناك ما يسمى الثقافة السلاح، حتى أكون واضحا، ليس فقط بمسمى أن هناك طبعا هناك الابتزاز. أستاذ توماس، عذرا على المقاطعة في هذه النقطة، ثقافة سلاح أم ثقافة قتل باتت موجودة عندما نتحدث عن هذه الأرقام؟ ثقافة سلاح أساسا، ولكن بالتأكيد هناك ثقافة عندما الإنسان عندما يمتلك السلاح، حتى أكون واضحا، كما تقول الدراسات هناك نية أكثر أو إمكانية أكثر أو رغبة أكثر أو قدرة أكثر حتى لاستعماله. فعندما حتى يكون هناك بالنسبة للأطفال هناك أو الشباب هناك، إذا وجدوا في بيتهم سلاح فإنهم في إمكانية أو في هناك إمكانية استخدامه أكثر من عدم وجود السلاح في بيتهم. وهناك طبعا الأخطاء التي تقع في عند استعمال السلاح. وبالتالي هناك ليس فقط السلاح، هناك ثقافة العنف كما أشرت، هناك ثقافة السلاح، امتلاك السلاح واستخدامه إذا جاز هذا التعبير. طبعا بالتأكيد المجتمع الأمريكي في المناطق الغير يعني في المدن، غير في القرى أو رورال أريا أو التي خارج نطاق المدن، بخارج نطاق المدن وتحديدا جنوب وغرب أمريكا هناك ثقافة سلاح منتشر أكثر من الشرق الأمريكي، على أساس أن هناك مدن أمريكية تقع في الشرق الأمريكي أكثر من الجنوب أو في الغرب الأمريكي. وبالتأكيد هناك كما أشرت في التقرير أو كما أشرت في مقدمتك، هناك نوع من الابتزاز السياسي وتحديدا من الحزب الجمهوري. هذه أستاذ توماس اسمح لي سأعود إليها، هذه مهمة للغاية سأعود إليها بعد قليل بعد العرض الذي سنقدمه بعد قليل. ولكن قبل ذلك، لأنه حضرتك ذكرت المراهقين، ذكرت أيضا الشباب الصغار في السن، هنا سؤال لابد أن نطرحه اليوم. إلى أي مدى عوامل السينما إذا صح التعبير، حتى الألعاب الإلكترونية، خاصة الأفلام الهوليوودية التي تتضمن بشكل كبير من استخدام العنف ومن استخدام السلاح
تؤثر على الفئة العمرية هذه. لاحظنا في هذه السنة تحديدا كثير من الشبان من المراهقين ارتكبوا جرائم في مدارسهم. هل هذا أيضا يعود إلى هذه الثقافة الهوليوودية؟ لأنه نلاحظ هناك تأثر كبير في الولايات المتحدة الأمريكية بهذه النماذج. تأكيدا هناك ما يسمى أو كان ما كان أريد أكون أكثر وضوحا وتحديدا ما كان يسمى ثقافة هوليوود، ولكن في المرحلة آخر 10 سنين أو 15 سنة نستطيع القول بملء فمنا أن هناك ثقافة سوشيال ميديا، يعني حتى أكون أكثر وضوحا، المراهقين والمراهقات أو الشباب والأطفال لا يتفرجون على أفلام هوليوود بأنهم يتفرجون على أفلام يوتيوب وتيك توك وكل هذه الأشياء. ويجب أن نكون واضحا حتى تتضح الصورة. هناك نوع من التباهي لدرجة تصل أن بعض من حملوا السلاح وأداروا وفتحوا النار على أصحابهم في المدارس قاموا أيضا بتصوير هذه المشهد بشيء أو آخر من خلال السوشيال ميديا. فبالتالي السوشيال ميديا له دور بالتأكيد. هناك نوع من اللعب بالمشاعر وهناك نوع من اللعب نفسية الأطفال أو الكبار وحتى منتصف العمر بأن هناك في إمكانك أن مثلما تقتل مثل فيديو جيم كما أشرت. هناك بالتأكيد هناك فيديو جيم، بعض الفيديو جيم كما أشير أن هناك عشرات من القتلى في لعبة واحدة. فبالتالي تتحول الأمور أو حمل السلاح أو استعماله بشكل أو آخر مع الأسف يتحول السلاح إلى نوع من اللعبة التي قد تكون نوع من ال أستاذ لا أريد أن أقول أستاذ توم سعادة، ولكن نوع من ال تعبير عن مشاعر الغضب أو الحزن أو ما شابه ذلك. بما أنه تتحدث عن هذه المشاعر، هل فعلا الولايات المتحدة الأمريكية التي تعرف بأنها الدولة العظمى في هذا العالم هناك في داخلها اليوم أحد أبرز العوامل بحسب الخبراء ضغوط الحياة هي التي أدت أيضا إلى ارتفاع هذه الجرائم؟ عندما نتحدث عن ضغوط حياة بالتأكيد نتحدث هنا بشكل أساسي عن العوامل الاقتصادية وعوامل الاجتماعية. العوامل الاقتصادية والاجتماعية بالتأكيد موجودة، ولكن لا أريد أن تعميم الأمور أن هو هذا السبب الوحيد. يعني الأمور يعني الأجيال الحالية بالتأكيد وضعها الاقتصادي أحسن بكثير من الأوضاع التي كانت يعيش بها آبائهم وأجدادهم في الولايات المتحدة تحديدا، وبالتأكيد بالنسبة للدول الأخرى طبعا على امتداد العالم. ولكن وجود السلاح أولا، ثم ثقافة السلاح، ثم أجواء كما أشرت أجواء الغضب والأجواء الهوليودية أو السوشيال ميدياوية، كل هذه الأشياء. أستاذ توماس تسمح لي فقط اسمح لي أن أقوم أنا وأنت بمقارنة سريعة. لماذا في الولايات المتحدة الأمريكية يصل عدد القتلى في اليوم الواحد إلى حوالي 52 شخصا؟ وأنت تقول لأنه السلاح منتشر، ولكن في المقابل هناك دول كثيرة في العالم، في العالم العربي مثلا هناك الكثير من الدول التي تحوي على عدد كبير من قطع السلاح في المنازل لدى الأفراد لدى الأشخاص، وهذا الرقم قد لا تجد 1% مقارنة بما يحصل في الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ بالتأكيد لأن هناك بالتأكيد كما أشرت، ولا أريد أن أدخل في مقارنات لأن عادة لا، ما هي المقارنة مطلوبة لأنه وكأنه هناك يعني مشكلة سيكولوجية بكل صراحة، نريد أن نفهم لماذا. حتى أكون بالتأكيد تريد أن تفهم، وكل المراقبين للوضع الحالي أو الأوضاع الأمريكية يريدون أن يفهموا بالتأكيد استعمال السلاح، وكما أشرت في بداية حديثي معك ما يسمى الوباء السلاح. وبالتالي هناك طبعا أسباب اقتصادية، أسباب نفسية، أسباب أهم من هذا، ليس هناك القوانين الكافية للحد من استعمال السلاح أو انتشار السلاح أو بيع السلاح. حتى أن بعض الأسلحة كما يقال هنا يمكن سلاح الشبح كما يقال هنا Ghost Weapon أو Ghost Arm أنه يتم شراؤه من خلال الإنترنت ويتم تركيبه في البيت وبالتالي استعماله بشكل أو آخر، وقد تم استعمال هذه الأشياء في بعض الجرائم التي ارتكبت. وهناك طبعا لأن هناك عنصر آخر، ويجب أن أكون هنا محاولة تشريحية للمجتمع الأمريكي. المجتمع الأمريكي يضم ثقافات مختلفة، حتى بعض الثقافات التي تأتي من الشرق الأوسط أو من ثقافات آسيوية قد تنجرف أو قد لا تنجرف حسب مفاهيمها
في هذا العنف، ليس فقط العنف الأبيض، هناك العنف الأسود، وهناك عنف الشرق الأوسطي. والبعض أستاذ توماس بما أنه تتحدث عن هذا الموضوع، بعض الخبراء تحدثوا عن الذكورية السامة، انطلاقا من أنه حوالي 98% من يستخدمون السلاح في عمليات القتل هم من الذكور، وهذه كانت لافتة أيضا. أكيد أكيد أكيد، وبالتأكيد أن نوع من الذكورية كما أشرت، أو نوع من التنمر المسلح كما يقال هنا بوليش، فبالتالي هناك نوع من هذا. ولكن يجب أن أقول أن هناك بعض النساء أيضا، يعني مش بعض، أعداد كبيرة من النساء استعدنا، تم تدريبهن على في الفترة الأخيرة وخصوصا في السنوات الأخيرة، أو طالبوا أو دخلوا في دورات تدريبية لحمل السلاح للدفاع عن النفس. فالعملية أولا انتشارها وارد، بس في نفس الوقت القوانين كما أشرت من قبل، القوانين لا. المتواجدة ليست كافية. فأولا بالنسبة لرفع عمر السن، يعني عمر السن القانوني لامتلاك السلاح، بعض الولايات وهناك إمكانية أن تستحمل السلاح بعد أن يبلغ الشاب 17 من عمره، وهناك بعض الولايات رفعت هذا الرقم إلى 21. فبالتالي هناك تخبط في تعامل التشريعي أو القانوني مع حمل السلاح. وانطلاقا من هنا أستاذ توماس، سأنتقل الآن لهذا العرض الذي قلت لك قبل قليل بأن سنستعرضه أيضا، لأنه فيه الكثير من المعلومات المهمة. نتوقف مشاهدينا في هذا العرض بشأن جمعية البنادق الوطنية في الولايات المتحدة، بمعنى آخر لوبي الأسلحة في هذا البلد. فما هو نفوذ هذا اللوبي وما مدى قوة هذا اللوبي؟ لعل أبرز سبب يعرقل تمرير مشاريع تحد من اقتناء السلاح الفردي هو النفوذ الواسع الذي تتمتع به جمعية البنادق الوطنية في الكونغرس. أسست هذه الجمعية عام 1871 لترويج امتلاك الأسلحة، ولم تكن مسيسة في بدايتها، لكن في أواخر عام 1970 بدأت بتغيير أنشطتها لتشمل السياسة وتصبح متناغمة مع الحزب الجمهوري. في عام 1998 أصبحت من كبرى الجمعيات التي تمول الانتخابات التشريعية الأمريكية، كما أخذت على عاتقها الترويج للسياسات الداعمة لاقتناء السلاح وحمله. وللعلم فإنها لم تخسر أي معركة تشريعية، ما يدل على نفوذها الواسع في الكونغرس الأمريكي. تعطي الجمعية، وهذه لافتة مشاهدينا انتبهوا لهذه النقطة، هذه الجمعية تعطي علامات مختلفة لمن؟ لأعضاء الكونغرس الأمريكي. فمثلا علامة A بلس تعطى للنائب أو السيناتور الذي لديه سجل تصويت ممتاز في كل المسائل المتعلقة بالجمعية. أما المشرعون الذين يحصلون على علامة F فهم أعداء حقيقيون لحق حمل السلاح بحسب وصف هذه الجمعية. تظهر الأرقام أن 88% من الجمهوريين و 11% من الديمقراطيين تلقوا مساهمات من الجمعية خلال عملهم السياسي. وقد أعلنت الجمعية للمرة الأولى عن تأييدها لمرشح رئاسي عام 1980 عندما دعمت الجمهوري رونالد ريغان مقابل الديمقراطي جيمي كارتر، كما أنفقت 40 مليون دولار ضد حملة باراك أوباما الانتخابية. وعام 2016 تبرعت بأكثر من 30 مليون دولار للحملة الانتخابية لدونالد ترامب. أستاذ توماس، هنا أعود إليك، هذه الجمعية نريد أن نعرف عنها أكثر معك، لماذا هي بهذه القوة التي بإمكانها من خلال قوتها المالية أن تفرض حتى المشهد داخل الكونغرس الأمريكي؟ أولا يجب أن أقول أن جماعات اللوبي الأمريكية أو جماعات النفوذ الأمريكية كلها تتصارع بشكل أو آخر، ولكن هذا يعتمد أساسا أصلا على الناخب ومدى استجابته أو عدم استجابته أو مدى مطالبته أو عدم مطالبته بهدف ما، وخصوصا فيما يتعلق بالسلاح. هناك أغلب الأصوات الجمهورية تحديدا، أو هناك تخوف أو قلق يتم ابتزازه بشكل أو آخر، استغلاله بشكل أو آخر فيما يتعلق بحمل السلاح. فبالتالي هناك ضغط من الناخب الأمريكي، وخصوصا في الجمهوريات الحمراء التي نقول عنها أنها أغلبيتها جمهورية أو ذات ميل يميني متشدد أو غير متشدد، وبالتالي يتم التلويح دائما أن هناك خطر أن الناخب الديمقراطي أو الرئيس الديمقراطي سيأتي إلى منزلك وسيسحب السلاح الموجود فيه، وكل هذه الدعاية السياسية. وبالتالي هناك
ضغط من الناخب الامريكي الذي يعتبر الذي يدعم مبدأ السلاح او حمل السلاح يعني تمثلا او تاكسيدا للمبدأ الثاني من الدستور الامريكي، ولكن هناك اختلافات طبعا في تشريح هذا المادة، ان هناك حمل السلاح وليس حمل السلاح واستعماله وكل هذه الاشياء، وهناك بالتاكيد هناك نوع من بالنسبه لاي لعبه سياسيه او حتى اجتماعيه هناك نوع من وضع الضوابط للعبه التي سيتم التلاعب يعني استاذ توماس افهم منك الان في هذا المفهوم تحديدا افهم منك الان انه هذا الملف سيكون حاضر في الانتخابات الرئاسيه المقبله، نتحدث عن دونالد ترامب بمواجهه جو بايدن، واللافت انه 11% من الديمقراطيين يؤيدون ايضا هذه الجمعيه التي تقوم بالترويج للسلاح، واضح انه لديها نفوذ كبير. هذا الملف كان حاضرا في السابق، سيكون ايضا في هذه الانتخابات المقبله؟ اكيد طبعا، اكيد اكيد اكيد، يعني حتى اكون واضحا معك، بالنسبه للانتخابات الرئاسيه 2020 على سبيل المثال وليس الحصر، عندما تم المؤتمر العام للحزب الجمهوري هناك اكثر من شخص وقف على المسرح او شارك في مؤتمر الحزب وهو يحمل السلاح، كأنه يقول أننا لن يأخذ أحد مني هذا السلاح. فبالتالي بالتأكيد هناك ابتزاز كما أشرت أكثر من مرة، أو استغلال أو نوع من الاستعمال السياسي لهذا المفهوم. وهناك بالتأكيد الجمهوريون يدفعون دائما أشياء معينة، ما يسمى culture war، يعني حتى يكون حرب الثقافات أو المفاهيم أو الأيديولوجيات، اولا يتعلق بحمل السلاح، ثانيا مع عمليه ضد الاجهاض، ثالثا ضد المثليين وضد اي عنصر اخر يدخل في المشاركه السياسيه. فبالتالي احدى هذه الاسلحه التي يتم استخدامها في المعركه الانتخابيه تحديدا بين الجمهوريين والديمقراطيين يكون هذا المبدا السلاح أو مبدأ السلاح أو ملف السلاح أو امتلاك السلاح أو استعمال السلاح بشكل أو آخر. طيب الناس أين أستاذ توماس؟ الناس الرأي العام الأمريكي أين من هذا المشهد الذي واضح أن هناك رأي عام كبير يؤيد حمل السلاح بهذا الشكل؟ لماذا؟ يعني هناك شيء غير مفهوم في الكونغرس الأمريكي، ألا يخشون على مستقبل بلدهم؟ ألا يخشون على أبنائهم؟ ألا يخشون على حياتهم؟ يعني أين هم من كل هذا المشهد الفظيع لهذا العدد من جرائم القتل الجماعية؟ غالبا حتى أكون واضحا معك ومحددا وصادقا معك ومع المشاهدين، أغلب حتى أغلب إذا تم استطلاع الرأي العام وليس الرأي العام وليس فقط رأي السياسيين، والسياسيون عادة يحاولون أن كما تعرف جيدا في أي منطقة في العالم أنهم يحاولون أن يصير مشاعر او احاسيس الناخب بشكل او اخر. اغلب الراي العام عموما خصوصا في موضوع الشباب وخصوصا في قطاعات الشباب واهل المدن وكل هذه واولياء الامور، كل هؤلاء ضد استعمال السلاح او ضد حمل السلاح او ضد تحديدا انتشار السلاح بهذا الشكل الجنوني حتى اكون اكثر وضوحا معك. إذن يعني من المتوقع أنه طالما لم يتم إقرار مشروع في الكونغرس، وواضح أنه هذا صعب وغير ممكن في هذه الأيام أن تستمر هذه الجرائم بهذا الشكل الكبير، وربما تزداد أستاذ توماس، يمكن قول ذلك، لأنه هذا العام المعركة شهد ارتفاع غريب. المعركة ما بين الناخب الأمريكي حتى أكون واضحا، المعركة ما بين الناخب الأمريكي أو من يعطي صوته ومن يمثل سياساته حتى أكون محددا في العملية السياسية الأمريكية مستمرة. هناك مطالب لم تتوقف، هناك بالتأكيد بعض التعديلات التي أجريت على مدى السنوات الأخيرة، ولكن ليست تعديلات كافية أو حاسمة أو حازمة فيما يتعلق بحمل السلاح واستخدامه. وبالتالي حتى أكون واضحا كما أشرت أكثر من مرة وأنا أتكلم معك، أنا قلت امتلاك السلاح واستعماله، لأن امتلاك السلاح شيء واستعماله شيء آخر. فبالتالي هناك بالتأكيد نقص في التشريعات الكونغرسية أو حتى على مستوى الولايات وليس على مستوى الفيدرالي بشكل عام، على مستوى الأمريكي كدولة عظمى كبرى وما تسميه، ليس هذا هو الأمر. هناك بالتأكيد قصور في التشريعات الكافية
التي تحسم مسألة امتلاك السلاح واستخدامه بشكل أو آخر. شكرا جزيلا لك أستاذ توماس غورغاسيان الكاتب والمحلل السياسي في الشؤون الأمريكية على وجودك معنا في المشهدية. شكرا.